الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي قيس سعيد بمطار القاهرة الدولي. الرئيس السيسي ينعى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث. وزيرة الهجرة تشارك في ندوة المصريون في الخارج وجسور التواصل من تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في زيارة رسمية لمدة 3 أيام. وسيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدا بقصر الاتحادية لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرا، معربا سيادته عن خالص تعزيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء حول تداول رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان. من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي تكافل وكرامة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة ختام قوافل قطار الخير زيارتها لمحافظة سوهاج ضمن المبادرة، والتي استمرت لخمسة أيام داخل مراكز وقرى محافظة سوهاج، حيث نجحت المبادرة في توزيع 150 طن من المواد الغذائية الأساسية و20 طن دواجن وتنظيم 10 قوافل طبية. كما استطاعت فرق عمل مبادرة قطار الخير في يومها الخامس زيارة 4 مستشفيات، كما استطاعت فرق المبادرة توزيع 200 كرتونات مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مركزي البليانة ودار السلام. شاركت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في ندوة افتراضية عبر تطبيق كلاب هاوس بعنوان المصريون في الخارج وجسور التواصل، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناول أهم الموضوعات التي تهم الجاليات المصرية المقيمة في الخارج. وأكدت مكرم أن الوزارة تولي ملف الشباب المصري بالخارج أهمية كبيرة، مشيرة إلى عقد 24 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين بالخارج لإنشاء مظلة واحدة تجمعهم وإقامة مركز للحوار، فضلا عن اعتزام تدشين ملتقى قبل بداية العام الدراسي الجديد للدفعات الجديدة للطلبة المسافرين إلى الخارج. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.